السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل، دائما مع الوصفات الصيفية، الوصفات السهلة. اليوم نحضر معكم طبق بالبطاطا والسردين، نعمله في الفرن يجي خفيف ويجي رائع. أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. طبعا لا تنسوا أن تدخلوا للقناة، تضغطوا على أبوني، بعد ذلك تضغطوا على الجرس حتى لما ينزل أي فيديو جديد يصلكم إيميل أو نوتيفيكاسيون. لتحضير البطاطا بالسردين نحتاج الى حوالي 500 غرام، هنا حسب المول تاعكم ترفدوا، 500 غرام من البطاطا. انا هنا اخذت 500 غرام من السردين لي زونشوا، هنا نقيناهم جيدا ثم نحينا لهم الشوك الداخلي كما راكم تلاحظوا. ها هو دا نوري لكم، بعد ما قطرتهم جيدا غسلتهم بالماء والخل وقطرتها جيدا، عمرتها بالشرموله. قلت لكم الشرموله اسم عملت فيها. نحتاج الى بصله كذلك قطعتها هنا الى دوائر. وبالنسبه للشرموله عملت فيها خليط من زيت الزيتون، كاس صغير من زيت الزيتون والزيت العادي، عملت ملعقه كبيره من الكمون، الملح ملحنا حسب الذوق، عملت ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر بابريكا، وعملت شويه راس الحانوت، قليل فقط من راس الحانوت على راس الملعقه. هكذا خلطتهم جيدا، عمرت بهم السمك. والان نخفوا هذه الشرموله، نخففها بعصير الليمون والماء، نضيفوا لها عصير نصف ليمونه ونضيفوا الماء قليلا ونخفوها باسكو نحتاجوها خفيفه. انا هنا اللي ربح الوقت ما وريتكمش كيفاش عملت، نقيت السردين وكيفاش عملت لها الشرموله. طبعا في الشرموله نسيت باش نذكر لكم الثوم، عملت 3 فصوص تاع الثوم كرازيتهم ولا ربيوهم، والمعدنوس، المعدنوس هكذا باقة صغيره مقطعها. تعرفوا طبعا تولي ولا السمك، عملت هذه الوصفات ديجا تولي ولا الوصفات تصيبوا المقادير تاع الشرموله فيها. الان في المول كنت دهنته جيدا بالزبده، انا هذا هو المول اللي رفدته القد نتاعو، شوفوا. نعملوا دوائر البصل في القاعده هنا، نعملوا دوائر البصل. بعد ما وضعت دوائر البصل نضيفوا دوائر البطاطا بنفس الطريقه اللي كنا استفنا دوائر البصل، دوائر البطاطا. هذه دائما رحنا مع الاكلات الصيفيه، اكلات سريعه التحضير وتجي خفيفه. الان نوضعوا السمك، عفوا الشرموله، الشرموله اللي كنا خففناها بالماء وعصير الليمون. هنا لما كانش عندكم عصير الليمون تنجموا تعملوا خل ابيض او الخل بذوق الليمون من الاحسن، بصح يفضل الليمون، يفضل عصير الليمون. الان نوضعوا السمك اللي كنا عملناها وحده مع وحده، اثنين وحو عملنا لهم الحشوه الشرموله في الوسط. نسدفوهم بنفس الطريقه على البطاطا والبصل. اخيرا نضيف طبقه اخرى من البطاطا، من دوائر البطاطا على هكذا السمك. يجي مليح هذا البلا، يجي مليح غراتان، نجمو نسميوه الغراتان بالسمك والبطاطا والبصل، بس هو ماشي بشاميل ولا بصلصة جبن ولا هذا بالشرمولة، يجي خفيف. الان الشرمولة اللي بقات نفرغوها من الفوق، الشرموله طبعا راه فيها الثوم، المعدنوس، التوابل تاع السمك هي الفلفل الاحمر او البابريكا، الفلفل الاسود، الكمون، والسمك يحب الكمون، والملح طبعا، خليط الزيت، عصير الليمون، يجي مليح. هكذا ونعملوها في الفرن طيب حتى تطيب البطاطا وتطيب السمك. نراقبوها من حين لاخر، كل سيده والفرن تاعها تعرف شحال هي مده الطهي. ها هي البطاطا سمك السردين بعد ما طابت، اخذت مده الطهي نصف ساعه فقط، هذا هو الشكل النهائي تاعها. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، ما تنساوش تخليو التعليقات تاعكم، كذلك تعملوا لايك لا فيديو،
أخيرا أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.